زيد شويه زيد شويه الكبير المحتفل بطلنا وبطل ملحمة كأس العالم هنا في قطر، وأكيد أننا سوف نستقبل الأمناء الأسد أشرف حكيم. هذا الاستقبال أيها السادة والسادة والتي يأتي في إطار مواصلة احتفالات الشعب المغربي بإنجاز ما يشارك المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم الأخيرة. وبعد أن حظي المنتخب الوطني المغربي باستقبال جماهيري الرائع هناك في عاصمة الرباط وتوجيه صدور الملاكين بألسنة ملكية رفيعة المستوى حينما استقبلهم الملك محمد السادس نصر الله وأيده رفع الرياضة والرياضيين في المغرب بالقصر الملكي العام. ولقد جاء الثور الآن على مدينة القصر الكبير، جاء الثور على مدينة القصر الكبير لتستقبل أحد صناع الإنجاز التاريخي هناك في مونديال العرب مونديال قطر 2022. I'm gonna go to the hospital.
إذا رجاء أيها الجمهور الكريم، رجاء رجاء إخلاء الملعب. إذا شكرا أيها الجمهور الكريم على جميل تفاعلكم، شكرا على تعبيركم هذا الذي عبرتم من خلاله على حب ابن مدينتكم، شكرا لكم جميعا. ونطلب منكم رجاء إخلاء الملعب. إذا رجاء شكرا شكرا لكم جميعا على هذا الاستقبال الرائع، شكرا لكم. إذن رجاء 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 أيها الحضور الكريم، نحن نقدر مشاعركم النبيلة ونطلب منكم ونطلب أيضا من ممثلي المنابر الإعلامية إخلاء الملعب وأخذ المكان المخصص لهم رجاء. إذا حتى نسترسل في هذا العرس الرياضي وهذا الحفل الاستقبالي الرائع. الجمهور الكريم عدم
إذا شباب الله يرضي عليكم الله يرضي عليكم كل شيء رجع البلاصه ديالو واحد الوطنيه الصحافه الصحافه ارجوكم رجاء 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 رجاء.